طيب تعالوا نحل هذا السؤال. بيقول لي السؤال انا بشحن تمام المكثف هذا وبعرف العمق اللي ايش اللي بتتحرك فيه الالكترونات لشحن المكثف. يعني باختصار الان خلينا نشوف الشكل. الشكل هنا بكل بساطه لاحظوا معايا، انا عندي 2 بليتس لوحي مكثف، لاحظوا في لوح علوي باللون البرتقالي ولوح سفلي باللون السماوي هذا والقريب من الاخضر. اوكي لاحظوا معايا الان هنا الدائره هذه فيها مكثف وفيها بطارية فيها سويتش. ايش هو هذا السويتش؟ السويتش يا جماعة الخير اقرب لكم اياه من الحياة الواقعية، زي السويتش اللمبة حقت المفتاح او المفتاح حق لمبة غرفة، هو سويتش صح؟ تطفي اللمبة تضغط الزر تولع اللمبة تضغط، فهذا سويتش. انت كأنك هنا السويتش هذا انت كأنك هو اساسا موصل بدائرة كهربائية تمام؟ فالسويتش هذا انت لما تولع اللمبه توصلت الدائره الكهربائيه، فكانه كدائره في الرسم الكهرباء في رسم الدوائر، لما انا اجي اقفل السويتش كاني ايش وصلت الدائره واللمبه اشتغلت. هذا في حاله انت لما تضغط ايش تكون مولع اللمبات، لما تقفل اللمبه الدائره انفصلت فالسويتش هذا انفتح، فعشان كذا ايش اللمبه مطفيه. هي نفس الفكره، يعني هذا هو السويتش يسموه اس. فبيقول لي انا عندي هنا مكثف، اول شيء عندي في سويتش موصل ب انشارج كاباسيتور بمكثف غير مشحون. المكثف هذا ما شحنته طبيعي، احنا قلنا لما انا اجي اوصل اي مكثف بدائره ببطاريه فتبدا عمليه شحن هذا المكثف، لكن هنا لسه انا ما وصلت الكاباسيتور مع البطاريه. البطاريه دائما رمزها يكون عندك خط كبير وخط صغير، لا تلخبطوا. الخط الصغير يشير لي القطب السالب والخط الكبير يشير للقطب الموجب. اما المكثف دائما شكله يكون كذا، لاحظوا معي سواء كذا خطين متوازيين او خطين بهذه الطريقه. اوكي طيب، فلما انا اجي اوصل هذا اقفل السويتش فايش تبدا ايش يبدا المكثف بالشحن. فهنا بيقول لي عشان يفهم المشكله، انا عندي مكثف غير مشحون انشارج، سعه هذا المكثف 25% مايكرو فاراد، زي ما تعلمنا احنا لما نستخدم القوانين نحول لي الوحدة الأساسية، فالمايكرو يعني في 10^6. لا تنسوا الكلام ذا، إلا نسي الوحدات تبع التحويل الملي 10^3، والمايكرو 10^6، النانو 10^9، عندكم البيكو 10^12، وعندكم الكيلو 10^3 والميجا. اوكي هذه اهم ايش الوحدات. طيب قال لي ايش، انا عندي المكثف هذا يسع مقدار 25% مايكرو فاراد، تم توصيل تمام تمام هذا تمام المكثف غير مشحون، هو غير مشحون يعني لسه انا ما ايش قفلت السويتش، لكن في الدائره هذه ايضا في بطاريه في الطرف الاخر، قدر هذه البطارية فرق جهدها 12 فولت. طيب ولاحظ معايا انا عندي في عندي 2 بليس في الكاباسيتور، عندي لوح علوي انا حاطه باللون الاخضر ولوح سفلي باللون البنفسجي اللي هو اللي فوق البرتقالي والاخضر عندكم في الرسمة. طيب فبيقول لي اللوح السفلي للمكثف هذا له ثيكنس اللي هو السمك، سمكه يساوي 50% سنتيمتر، برضو نحول لمتر نضرب في 10^2، انه السنتي نسينا السنتي كمان، السنتي في 10^2. طيب يقول لي وفيس اريا، احنا مو عندنا البليت له وجه صح، لما اجي ارسم البليت مو هذا وجه وهذا وجه، فمساحة الوجه تبع هذا اللوح حق المكثف السمك او المكثف السفلي قدره هذا المقدار متر، طبعا تربيع لانه ايش مساحه. ويقول لك كمان وهو مصنوع او 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 في الكترونات داخل لوح النحاس هذا، الكبر كونسيست اوف كبر ان ويش ذا دنسيتي اوف كوندكشن الكترونز، ويقول لك انه في تمام في الكترونات تمام تتحرك
طبعا المكثف هذا مصنوع من النحاس وفي كثافة الكترونات يعني متجمعة، تمام، كثافتها تساوي هذا المقدار 8.49 في 10^28 الكترون لكل متر تكعيب. طيب مصعب يقول مصعب ايش دخل الدنسيتي بالمتر تكعيب؟ في علاقة، لاحظوا معايا، احنا بشكل عام الدنسيتي رمزها رو يسموها في بعض الكتب، او الدي، خلينا نقول رو عشان ما نلخبطها بينه وبين العمق. الدنسيتي عبارة ان هي علاقة بين كتلة اي حاجة مقسومة على الحجم، هذا الفوليوم. فلما نجي نشوف الوحدات، يكون مثلا عندنا هنا كمثال مثلا نقول مثلا الكتلة بالكيلو جرام لكل متر تكعيب، هذا بشكل عام الدنسيتي، هذا الكثافة، هو مقياس اللي انا بعرف انه هذا الشيء قد ايش يكون في مكان واحد، نقول وحدة حجوم يعني. فهنا نفس الفكرة، سمى، لاحظوا معايا، كثافة الالكترون، تمام، كثافة الالكترونات هذه عبارة عن مقدار، هو قال 8.49 في 10^28 الكترون لكل متر تكعيب. طيب المطلوب هنا يقول لي، انا اقول لك from what depth d within the plate must electrons move to the plate face as the capacitor becomes charged. يعني بيقول لك بكل بساطة انا بحسب، لاحظوا في مسافة هنا d، انا بعرف العمق هذا الذي يجب ان تتحرك فيه الالكترونات للشحن المكثف، بس هذا هو. طيب فهذه ايش؟ هذه هي المشكلة، انا بعرف الدي، هذه المسافة هذه العمق، او يسموه العمق الذي يجب ان تتحرك فيه الالكترونات داخل لوح النحاس. احنا نعرف ان الالكترونات تتحرك عشان ايش؟ عشان نشحن المكثف، فبعرف المسافة اللي تتحرك كم، هذا هو الكلام. طيب واضح ان شاء الله. طيب انا عندي معطيات السؤال، انا باشر على كل معطى، لاحظوا معي، اول شيء انا معطيني سعة المكثف، ها هذا المعطى الاول، وايضا معطيني فرق الجهد على البطارية 12 فولت، واعطاني، تمام، سمك اللوحة السفلي اللي هو L، واعطاني مساحة وجه، تمام، هذا اللوح A، واعطاني الان سمول اللي هي كثافة الالكترونات في 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 الموصل على النحاس ان سمول، ويبغى دي. طيب اول حاجة انا عشان اوصل لي حساب العمق لازم ابدا، هو السؤال فكرته شوية مش صعبة، اول شيء، تمام، هنا شوفوا قبل ما نبدا نحل، يقول لك لانه اللوحة السفلي موصل مع النيجاتيف تيرمال في البطارية، احنا عارفينها اللوحة السفلي هنا، يعني هنا هذا اللوحة العلوي اللي بالاحمر، وهذا اللوحة السفلي اللي تحت، وزي ما اتفقنا لاحظوا معايا هنا هذه بطارية قطبها سالب، هنا بطارية قطبها موجب. طيب فهو معطينا اساسا السمك حق اللوحة السفلي، فلاحظوا معايا انه هنا البطارية لما تجي تنتقل الشحنات تنتقل لايش؟ الطرف السالب، لايش؟ او اللوحة السالب المكثف. حنعرف انه اساسا هنا وهنا الطرف الموجب لي المكثف، حنعرف انه لو نجي ندرس العلاقة بين الشحنة السالبة والشحنة الموجبة، الالكترونات هذه تتحرك، تمام، للأعلى. ليه؟ لأن لاحظوا معايا من هنا، شوفوا شحنات، هذا الطرف البطارية السالب، وهذا ايش؟ الطرف حق المكثف سالب. نتكلم على العلاقة، الشحنات المتشابهة الأثناف المختلفة ايش؟ تتجاذب. فمعنى الكلام هذا انه الشحنات اللي على طرف المكثف هذا السفلي هتروح لفوق، تبى تحاول تقترب من الطرف الموجب، هذا معنى كلام موف اب، بس ما علينا من الجمله هذه. خطوه رقم واحد لحل السؤال، احسب الشحنه المخزنه في المكثف اللي هو الكيو، حنعرف انه قانون الكيو، هذا القانون المهم عندنا، عباره عن حاصل ضرب، تمام، سعه المكثف في الجهد. فبكل بساطه اجي اضرب زي ما هو مذكور عندكم هنا، سعه المكثف عندنا 0.25، بما انه مايكرو اضرب في 10 والسالب 6، اضربها في فرق الجهد بما انه بالفولت، فاضرب في 12 مباشره، واطلع معايا الرقم اللي طلع انه هو 3 × 10^6. هذا خطه رقم واحد، حساب الشحن المخزنه في المكثف. الان هو اعطاني عدد الكثافه الالكترونات، فانا في علاقه اخذناها في شابتر واحد انه الشحنه از كوانتايزد، صح؟
في قانون قلنا علاقة اللي هو إيش الكيو، علاقة بين الشحنة و تمام الإلكترون، وفي إن سمول اللي هو كنا نسميه عدد الإلكترونات، صح عدد الإلكترونات. طيب مصعب هنا في إن سمول برضو، إذا ممكن عادي نسميه إن كابيتال، خليها إن سمول. فإذا سووا لاحظوا معايا في علاقة تمام تربط لي بين الكيو والإن والإي سمول. فالآن هنا بما أنه في السؤال هو معطيني إن سمول رمز لها لكثافة الإلكترونات في وحدة حجم مقطعية فوليوم، فأنا باستخدام هذه العلاقة لا تلخبطوا أحتاج شو أحسب إيش حجم الأعباء، أحتاج أحسب عدد الإلكترونات تمام في إيش في 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 إيش في في هذا المكثف اللي بشحنه. فمن العلاقة هذه، لكن أنا الآن بستبدل إن سمول بإن كابيتال. ليش؟ لأنه هو قال لي هنا إن سمول رمزها كذا، لكن أنا باستخدام هذه العلاقة، هذه خطوة رقم واحد. خطوة رقم اثنين، أنا أبغى عدد الإلكترونات، فأقول نسميها إن كابيتال تساوي المجهول وضعه في المقام شحنة المكثف على شحنة الإلكترون. من أي قانون أخذناه في شابتر 21؟ التشارج إز كوانتايز. اوكي طب ليش رمزتها بان كابيتال يا مصعب؟ لانه هنا في السؤال اعطاني ان سمول، فما ينفع احط رمزين زي بعض، يعني تركز على رمز كتير. طيب انا الكيو عندي طلعتها من من من, من المطلوب الاول عباره عن 3 في 10 اس سالب 6 على شحنه الالكترون، تمام نعرف انه شحنه الالكترون هو عباره عن واحد الالكترون الواحد 1.6 في 10 اس سالب 19. حلو بالآلة حيطلع معايا هذا الجواب. اوكي هذه عدد الالكترونات الكوندكشن الالكترون، كرونات الالكترونات الموصله التي سوف تنتقل الى وجه تمام هذا اللوح. حلو طيب هذه خطوه رقم 2. طيب خطوه رقم 3 ايش يا مصعب؟ يلا خطوه رقم 1 خطوه رقم 2 خطوه رقم 3 يبالي احسب، لاحظوا معايا احسب حجم الالكترونات. سيبوكم من حلقة طبعا بوضح لك خطوات حجم الالكترونات. حجم الالكترونات باستخدام كثافة، ما احنا قلنا في علاقة بين الكثافة والحجم، فأنا بحسب حجم الالكترونات أو حجم المادة اللازمة لشحن المكثف باستخدام الان. فاحنا نعرف انه الفي للالكترون حجم الالكترون يساوي لاحظوا معايا ها ان لاحظوا معايا إن عدد الإلكترونات إن كابيتال على الإن دنسيتي على الكثافة. من وين جاء القانون هذا يا مصعب؟ أعيد وأكرر، إحنا عندنا في بشكل عام الدنسيتي رمزها رو عبارة عن كتلة على فوليوم، هذا بشكل عام. طب أنا عندي هنا أنا بحسب الفوليوم طرفين في وسطين، فيطلع معايا الفوليوم يساوي إلا مع المجهول وضعه في المقام الدنسيتي على ايش؟ على 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 الكتلة. انا ما عندي كتلة هنا، انا عندي عدد الالكترونات، فاقول ان كابيتال على الدنسيتي تبع الالكترون. فاهمين الفكرة ايش سويت انا الان؟ واضح؟ فهنا الخطوة هذه انا عدد الالكترونات اللي حتكون تجي للوجه تبع اللوح طلعتها من الفقر اللي قبل، طلعت 1. اوكي؟ 8.73 فيطلع عندك 1.873 في 10 أس 13 على كثافة الإلكترونات اللي أعطيناها في السؤال كم؟ 8.49. نجي نقسمها 8.49 في 10 أس 28. تعالوا نحطها بالآلة ونشوف كم يطلع. الآلة بسم الله، معلش دقيقة يا جماعة الخير. طيب حطوها بالآلة حيطلع معاكم الجواب تقريبا، دقائق أنا بحطها بالآلة عندي بس عشان نتأكد بس هل إحنا ماشيين صح ولا إحنا بن بن بنكيس في قوانين. طيب يلا أنا بحطها عندي بالآلة في الجوال، 1.873 في 10 أس 13 دقيقة، 1.873
ثمانية سبعة ثلاثة في عشرة أس 13، وفي المقام أحط الرقم هذا اللي هو معطيني في السؤال 8.49، 8.49 في عشرة أس 28، حيطلع معايا تقريبا الرقم 2.206 في عشرة أس سالب 16. الحجم حيكون عندي إيش؟ متر تكعيب، صح؟ صح ولا مو صح؟ ممكن نخليها كده. طيب الخطوة اللي بعدها إيش يا مصعب؟ الخطوة اللي بعدها الآن أنا جبت الحجم، بدي أجيب العمق، كيف؟ هيا الآن أوريكم. أوكي؟ طيب الآن أجي، هو الحجم بالمتر تكعيب. طيب الآن الخطوة الآن بحسب العمق الدبث، خلاص أنا جبت إيش؟ خطوة رقم ثلاثة العمق الدي، بحسب الدي. الدي يا جماعة الخير أنا ممكن أستخدم العلاقة التالية، أنا عندي مساحة الوجه صح؟ حلو؟ ففي علاقة كالتالي، يقول لك حجم الإلكترونات الفي إلكترون هو عبارة عن إيش؟ حاصل ضرب مساحة الوجه في العمق. فأنا أجي لما نجي أعوض أقول الدي هنا طرفين في وسطين الدي قسم هنا على إيه، حيكون عندك الفي إلكترون حجم الإلكترونات مقسومة على الإيه، بالتعويض المباشر حيطلع معك 2.206 في عشرة أس سالب 16 مقسومة على الإيريا اللي عندي أنا في السؤال، ذكر لي إياها كم؟ 2 في 10 أس سالب 4، 2 في 10 أس سالب 4. طب أنا أجيب الآلة، تعالوا نحطها في الآلة نشوف كم يطلع معايا الجواب. 2.206 في 10 أس سالب 16 مقسومة على 2 في 10 أس سالب 4، حيطلع معايا الجواب، لاحظوا معايا حيطلع معايا الجواب تقريبا يساوي 1.103 في 10 أس سالب 12، اوكي متر، لانه عمق. وانا عارف انه اساسا لاحظوا معايا 10 أس سالب 12 بيكو، فاشيله فاقول لك 1.1 بيكو متر. واضح ان شاء الله؟ شوفوا خطوات حلي كيف. اول شيء اجيب الشحنه، بعدين عدد الالكترونات، بعدين حجم الالكترونات، بعدين اجيب ايش العمق باستخدام العلاقه هذه. طيب نشوف حل الكتاب، هو نفسه بس لهم ايش مفصله شويه يعني بطريقه اخرى مختلفه، لكن يطلع نفس الجواب. ايش سوى؟ الخطوه الاولى زي ما انا سويت ما حط اي شيء، واضح الحل هذا، وقف الفيديو بدكم تشوفوا حلي. الخطوه الاولى جاب الشحنه، بعدين جاب لاحظ معي عدد الالكترونات، قلنا قسم الشحنه على شحنه الالكترون الواحد، وايش طلع معي عدد الالكترونات كذا. الان قال لك انه الالكترونات تيجي من ايش؟ الفوليوم، واحنا عارفين الفوليوم عباره عن ايش؟ قلنا ضرب الاريا في الدي، ام انا دوب اخر شيء سويته. اذا انا ممكن اقول لك من كثافه الالكترونز اقدر اقول عدد الالكترونات لوحده الحجم عباره عن ايش؟ الان على ايش؟ الفي. هذا عباره ايش؟ الفي الكترون. حلو، فانا بدل ما اسوي خطوه اضافيه جبت خطوه ثالثه مره واحده، فهمت الفكره؟ هو نفسه ما في اي حاجه، واضح؟ فهو دمج خطوه في خطوتين، يعني هو طول المساله يعني عنده خطوتين، اوكي. جاب هذه، بعدين جاء على طول قال لك انه الدي الدبث عباره عن الان هذه مقسومة على A كابيتال في N. فإن تحل بتحل بالطريقة هذه، بالطريقة اللي أنا شرحتها، it's up to you. بيطلع معك 1.1 بيكو متر. واضحة هذه؟ طيب نتجه الآن إلى، تمام، إلى شيء مهم جدا، وهو توصيل المكثفات على التوالي وعلى التوازي. إيش معنى الكلام هذا؟ ما أنا درست يا مصعب، طيب خلاص أنا عندي مكثفات وعندي انواع لها وخلاص، ايش تبي تعطيني يا مصعب كمان؟
الآن لاحظوا معايا، ما أول شيء معنى parallel معناته التوازي، ومعنى series معناته التوالي. طيب يا مصعب إيش اللي يبغالي أعرفه؟ أنت لازم تعرف أول شيء، أنت كمهندس لازم تعرف أول شيء حقون الكهرباء بالذات، لازم يعرف إيش توصيلات الدوائر عندك والمقطع الكهربائية على التوازي parallel، وتوصيلات القطع الكهربائية زي المقاومة والكباسيتور على التوالي. طيب أنا ليش أسوي الكلام ذا؟ لأنه أنا لما أبدأ أحلل الدوائر الكهربائية أز إنجينير كمهندس، أنا أستفيد من 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 التوصيل على التوازي وعلى التوالي في أني أقلل عدد القطع الكهربائية. طيب أنا لما أقلل عدد القطع الكهربائية أنا أستفيد، ممكن أوفر في التكلفة، ممكن أصغر حجم الجهاز، ممكن الكفاءة تكون أعلى. زي مثال الآن، ليش بعض الناس يحاول أو مثلا يدور على مثلا جهاز صغير كباور بانك؟ يعني مثلا لو أنت عندك جهازين، باور بانك حجمه كبير وباور بانك حجمه صغير، لكن جيت قلت لك والله سعة الباور بانك هذه نفس سعة الباور بانك هذه، فأنت إيش حتاخذ؟ حتاخذ الصغير. جوالين بنفس الكفاءة ونفس المواصفات كل حاجة، والبطارية نفس الحجم كل شيء، بس هذا الجوال هذا حجمه كبير والجوال حجمه صغير، ونفس المواصفات كل حاجة نفس الكفاءة، حتاخذ تاخذ الحجم الصغير. طيب هذا المبدأ من وين جاء؟ ليه عندي أشياء صغيرة في أجهزة في التقنية وأشياء كبيرة؟ عن طريق أنا لما نجي أقوم بتوصيل الدواء، كل شيء في الدنيا عندنا في له إيش؟ دوائر توالي وتوازي. فأنا لما نجي أبدأ أصنع الجهاز عند الكهربائي، يفيدني في تحليل الدوائر كأني أقل عدد القطع الكهربائية، فكلما كان عدد القطع الكهربائية أقل كلما أنا إيش صغرت حجم الجهاز، وأيضا توفر لي في التكلفة. أنا بدل مثلا ما يكون عندي دائرة فيها مثلا 10 مكثفات، والله 5 مكثفات أفضل، بدل ما أشتري 10 قطع تكلفني مبلغ وقدره، يكون 5 قطع يكون مبلغ وقدره. أوكي، هذه من إحدى فوائد دراسة تحليل الدوائر الكهربائية. طيب أنا اللي حدرسه الآن في هذا السكشن التوصيل المكثفات على التوازي وعلى التوالي. طيب قبل ما نخش في القوانين وإيش ما إيش، أنا لازم أعرف، أنا يديني الدائرة في الاختبار ما حيقول لك إنه والله هذه المكثفات موصلة على التوازي برل أو على التوالي. طب أنا كيف أعرف يا مصعب؟ الآن بعلمك الفكرة، بعلمك الفكرة عشان تفهم الفكرة. الآن أنا عندي نفرض عندي جدا عندي دائرة كهربائية بهذا الشكل، نفس الكتاب بس بوضح لكم عشان تفهموا الفكرة. عندي دائرة كهربائية بهذا الشكل، هنا بطارية، أوكي، قطب موجب قطب سالب، عارفين هنا موجب وسالب، وأنا عندي لاحظوا معايا دائرة بهذا الشكل، عندي هنا مكثف أول، وعندي أيضا مكثف بهذا الشكل، أوكي، وعندي مكثف ثالث بهذا الشكل، مظبوط؟ طيب يا مصعب، وطبعا قلنا هذا السي واحد وهذا السي اثنين وهذا السي ثلاثة مكثفات. السؤال هنا، أنا كيف أعرف الآن هذه المكثفات، المكثف الأول والمكثف الثاني والمكثف الثالث، هي موصولة إن بارلل أور إن سيريز؟ بارلل معناتها هل هي موصلة على التوازي ولا على إيش على التوالي؟ بارلل توازي وسيريز توالي. المبدأ بكل بساطة، لاحظ معايا، انت تعال طالع في كل مكثف، طالع في كل مكثف، مو كل مكثف له طرفين صح، طرف علوي احط لكم اياه باللون اخضر، اوكي، لكل مكثف في طرف علوي صح، وفي طرف سفلي احط لكم اياه باللون الاحمر، طرفين صح. فبيقول لك عشان اعرف نوع التوصيل هذا بارليل ولا سيريز، تمام، اشوف
هل كل الأطراف اللوح العلوي مربوطة ببعض بسلك؟ يعني إيش يا مصعب؟ يعني ما في حاجز قطعهم؟ ما فهمت. هل بدايتهم واحدة؟ يعني فهمي الفكرة؟ يعني طالع هنا لما تجي بين المكثف الأول والثاني والثالث من فوق اللي أنا حاط اللوح العلوي باللون الأخضر، لو تيجي الآن تشوف هنا هل في حاجز بيناتهم؟ ما أتكلم على التقاطع، هل في حاجز؟ بمعنى ها لما أجي كده طالع حط باللون الأحمر، هل في حاجز بيناتهم؟ بمعنى آخر هل في شيء قطعهم؟ لا، هذا من الطرف اللي فوق. طيب أجي طالع من الطرف اللي تحت اللوح السفلي، هل في شيء قطعهم؟ بمعنى هل ممكن يرتبطوا مباشرة ببعض؟ ما في تقاطع بيناتهم؟ نعم ما في تقاطع بيناتهم، فهذا توصيل برل. يعني اعتبر لاحظ معايا عشان تفهم الفكرة، انا كأنهم مربوطين بسلك واحد، هذا نعتبر سلك، هذا نحطه بلون اسود مثلا من طرف البطارية، هذه اعتبره سلك مشبوك سلك واحد على الثلاثة اطراف علوية. فدام السلك هذا ما في حاجز قطعهم بين كل واحدة وواحدة، هذا توصيل برل. من تحت كمان لما اجي اشوف انا السلك من هنا جيت ربطتهم مربوطين بسلك واحد، ما في حاجز بيناتهم. ما فهمت الفكرة، اكتب الجملة هذه: اذا كانت بدايتهم واحدة مع بعض يعني ونهايتهم واحدة فهذا توصيل برل. ايش هو نهايتهم واحدة ونهايتهم واحدة؟ المكثفات. ما فهمت يا مصعب؟ طبق هذه الجملة. لو انا عندي مكثف بهذا الشكل ومكثف بهذا الشكل مكثف بهذا الشكل، واضح؟ طيب خلينا نرسمها بشكل افضل. لو انا عندي مكثف بهذا الشكل مكثف بهذا الشكل مكثف بهذا الشكل، حلو، هي طالع معايا، طالع التوصيل، افهم الفكرة. انا حطهم بالوان عشان تفهم الفكرة. طبعا هذه بطارية، سيبك من البطارية الآن. الآن شيك لي على الطرف ده والطرف ده، هل ارتبطوا مباشرة يعني بدايتهم واحدة؟ نعم. طيب تعال من الطرف السفلي ده وده، هل ارتبطوا مباشرة يعني ما في شيء، ما في أي قطعة فصلتهم؟ نعم. إذن سي واحد وسي اثنين موصلين على التوازي. طيب الآن أشوف أشيك على سي واحد وسي اثنين وسي ثلاثة بنفس الطريقة، أطالع هنا من فوق، هل كلهم بدايتهم واحدة يعني ما في شيء قطعهم؟ ما أتكلم عن السلك، قطعهم يعني مثلا حطيتنا هنا مكثف ثاني ولا لا؟ ما في، صح؟ الطرف العلوي هذا والطرف العلوي ده والطرف العلوي ده كلهم مشبوكين ببعض، يعني كلهم ما تقاطعوا، ما في شيء قطعهم. إذا من الطرف العلوي ممتاز. أبدأ أشيك من تحت، الطرف ده والطرف ده والطرف ده، هل في شيء قطعهم؟ يعني في شيء قطع؟ هل أنا حطيت هنا مكثف؟ لا. إذن أيضا من تحت نهايتهم واحدة، بتسمي اللي تحت بداية، بتسمي اللي تحت نهاية، كله صح. إذا كان بدايتهم واحدة يعني كلهم مربوطين بسلك ونهايتهم واحدة، يعني هذا كده جزء هذا كامل كده واحد، ما في أي تقاطع بيناتهم كأجهزة، ومن هنا كلهم الأطراف اللي فوق كلهم مربوطين بحاجة ما في تقاطع بيناتهم، فهذا التوصيل يسمى برل. يعني معناته السي واحد والسي اثنين والسي ثلاثة موصلين ان باراليل. كمان احط في بالك مو شرط يجيك الشكل هذا، ممكن يجيك الشكل الثاني، ممكن يجيك في الاختبار يجيب لك زي كذا، حط لك ثلاثة مكثفات بهذه الطريقة عشان تفهم الفكرة، لا تحفظ الشكل هذا بس، وجيت وصلت لك اياهم زي كذا. السؤال هنا، هل هذول المكثفات الثلاثة موصلين على التوازي ان باراليل؟ تعال شوف الطرف اليمين والطرف اليسار. اليمين والله يا مصعب ذا وذا وذا، هل في شيء قطعهم؟ هل في انا الجهاز حطيته قطعة كهرباء حطيته بناته؟ بمعنى السلك هذا هل مباشر على طول راح للطرف ذا والطرف ذا والطرف اللي فوق؟ نعم. اذا من الطرف اليمين موصلين، تمام. أجي الآن في اليسار هنا نحطه بلون مثلا أخضر، هذا الطرف اليسار والطرف اليسار والطرف اليسار، نشيك على السلك. ها والله يا مصعب سلك مباشرة من هذا لذا، مظبوط،
سلك مباشر من ذلك ذا، كلهم الثلاثة موصلين بسلك واحد، مربوطة بسلك واحد، يعني بدايتهم واحدة ونهايتهم واحدة. أوضح لكم، هذا كذا كامل مربوط بسلك واحد، وهذا من هنا مربوط بسلك واحد. إذن الطرف اليمين بدايته واحدة والطرف اليسار نهايته واحدة، إذن هذول موصلين بريل. يعني لا تحفظ إن الشكل هذا بس كذا، ممكن يجيك بدي الطريقة، فهمت؟ هذا برضه ينبري، يمكن كده سؤال واضح إن شاء الله. إن شاء الله مع التوتوريال هتفهم الفكرة. طيب إذا توصيل البري عرفنا كيف يكون بدايته واحدة ونهايته. أنا إيش يهمني في توصيل الدوائر على التوازي؟ حط الجملة هذه بين قوسين. إحنا دائما عندنا في علاقة الكيو تساوي حاصل ضرب سعة المكثف في الجهد، صح؟ طيب يقول لك في دوائر التوازي، احفظ الجملة هذه، جميع المكثفات لها نفس فرق الجهد same volt، وتختلف في الشحنة. وهذا كلام منطقي، كيف يا مصعب؟ لاحظ معايا عشان تفهم الفكرة أكثر. الآن لما نجي هنا، لاحظ معايا ليه نفس الجهد؟ الجهد يا جماعة الخير، أنا أشبه لك الجهد، فرق الجهد زي انت كأنك داخل انت مثلا لفة في حارة، اوكي، جاتك حواجز، حاجز اول وحاجز ثاني وحاجز ثالث. حلو، ركزوا معي، حاجز اول وحاجز ثاني وحاجز ثالث. الان السؤال هنا، الجهد هذا يدل لك على انت بتبذل جهد. لو انت الان لو جيت عشان تعدي الحاجز الأول تبذل جهد مثلا مقداره 10 فولت، صح؟ لما تعدي الحاجز الأول فبينقص عندك الجهد، صح؟ حلو؟ فحيكون مثلا 8 فولت، صح؟ لما تيجي تعدي هنا حياخد جهد منك فصل 6 فولت، فهذا مش توصيل برليل. حلو؟ فهمت الفكرة؟ فالجهد يختلف. لكن لو أجي أقول لك الآن لاحظ معايا، والله انا جيت، انت طلعت من مثلا من هذا الشارع، حلو، عندك هنا حاجز وعندك هنا حاجز وعندك هنا حاجز. طيب الجهد اللي لما يجي من هنا، تمام، هو نفسه اللي على هنا، ما في حاجز، هو نفسه اللي هنا، هو نفسه اللي هنا. ما فهمت يا مصعب؟ خلاص لا تفهم المبدا هذا. انت تعرف، انت امس تعرف التوصيل ايش، صح؟ احفظ هذه الجمله، انه في توصيل البراليل الجهد على جميع المكثفات هو نفس الجهد اللي على البطارية، same volt different current، بس مو لازم تفهم ليش، انت مش كهرباء. ويختلفوا في الشحنة ايش على كل مكثف. هذه الجملة مهمة، اوكي، هو كلام هذا اللي هنا. طيب يعني معنى اخر، كل مكثف له نفس الجهد في التوصيل البريل، فايش تحفظ انت؟ والمختلف الكيو، فالجهد ما يحتاج انه خلاص. لو جاء قال لك في 1 ايش يساوي؟ حتقول نفسه هو نفسه الفي 2 ونفسه الفي 3، يعني الجهد على المكثف الاول هو نفسه يساوي الجهد على المكثف الثاني ونفسه الجهد على المكثف الثالث، هو نفسه ايش؟ جهد البطاريه. سجلوا هذا عندكم، ليه؟ لانه توصيل باراليل. طيب بالنسبه للكيو، لا، الكيو يختلف، الشحنة على المكثف الأول تساوي حاصل ضرب سعة المكثف في الجهد، والشحنة على المكثف الثاني تساوي حاصل ضرب، تمام، سعة المكثف الثاني في الجهد، الجهد هذا ثابت، والشحنة على المكثف الثالث تساوي حاصل ضرب سعة المكثف الثالث في الجهد. انت إذا حفظت هذه الجملة خلاص، الفولت ما يتغير لكن الكيو يتغير بناء على هذه المعادلة. واضح؟ واضح الكلام هذا يا جماعة الخير؟ طيب هذا أهم ثلاث حاجات عندنا. طيب إيش في كمان لازم أعرفه؟ طيب الآن أنا عرفت هذه المعادلات، أنا عارف هذه الجملة وهذه الثلاثة معادلات. طيب واحد يقول لي مصعب، طيب لو كان مثلا سعة المكثف الأول تساوي نفس سعة المكثف الثاني تساوي نفس سعة المكثف، يعني مثلا جبت لك أنا مكثف الأول سعته 2 مايكرو فاراد، قلت لك سعة المكثف الثاني 2 مايكرو فاراد، وسعة المكثف الثالث تساوي 2 مايكرو فاراد، يعني كيف تقول لي إن الشحنات نفسها؟ الشحنات تختلف؟ نعم، إذا أنت جبت مثلا ثلاثة مكثفات وربطتهم على التوازي إمبريل زي هذا الشكل أو الشكل الثاني،
نعم، وكانت سعة المكثفات الثلاثة نفسها عند هذه الحالة ممكن الشحنات تتساوى، لأنه المكثف الأول نفس سعة المكثف الثاني نفس سعة المكثف الثالث، واضح؟ هذه حالة خاصة، لكن بشكل عام أوكي، بشكل عام إذا كانت سعة المكثفات تختلف وكانت توصيل باراليل فالشحنات ليست نفسها على كل مكثف، واضح؟ هذا بشكل عام، هذا القانون الأساسي. طيب الآن أنا لو جيت وصلتهم على التوازي، أنا مو هدفي أقلل تمام، أقلل القطع الكهربائية، فلما أوصل على التوازي في هل في قانون، هل ممكن يعني بمعنى آخر هل ممكن أنا أجي بدل ما أحط ثلاثة قطع من المكثفات أخلي قطعة واحدة أسميها سي إكويفلنت؟ الجواب نعم. فكيف؟ بكل بساطة يقول لك إذا أنت عرفت إنه التوصيل هذا اللي ظهر عندك فيه في الدائرة الكهربية على التوازي، يعني أديك فكرة، أنا والله أبغى أصنع دائرة كهربائية فيها ثلاثة مكثفات، أوكي؟ أحتاج، أوكي أنا دائرة كهربائية عندي أحتاج مكثفات مجموعة 8 مايكرو فاراد، حلو؟ فأنا أوكي لاحظوا معايا، جيت المعمل أبغى أدور يعني أحتاج مكثفات، يعني جيت المعمل وأنا أبغى مكثف مثلا نسمي المكثف الأول سعته 1 مايكرو، والمكثف الثاني سعته 2 مايكرو، والمكثف الثالث سعته 5 مايكرو، حلو؟ أنا أحتاج 8 مايكرو فاراد. طيب والله دخلت المعمل عندي في الشركة ولا في المعمل ولا في أي مكان ما لقيت تمام الثلاثة قطعة هذه، ما عندي، قال أنا وجاك اللي بيبيع قال أنا ما عندي إلا 8 مايكرو فاراد، أوكي؟ فأنت كمهندس عشان تكون مهندس متميز تقول خلاص بدل ما أنا أجي أجمع أخذ ثلاثة قطع كهربائية مجموعة وأكون عندي فلوس كثير، أجي أخذ لي تمام مكثف واحد سعته 8 مايكرو فاراد وأوصله إن باراليل، أو خلاص بمعنى آخر خلاص بدل ما أوصل إن باراليل خلاص أحطها في الدائرة عندي. فهمت الفكرة؟ فهمت الفكرة؟ وفرت التكلفة، بدل ما أخذ ثلاثة مكثفات وأوصله من باراليل خلاص أنا أخذ مكافله وأضع في الدائرة الكهربائية، هي نفسه. فهمت الفكرة؟ طيب أنا كيف أجمع المكثفات من باراليل؟ بكل بساطة يقول لك احفظ توصيل الباراليل، اجمع المكثفات سي واحد زائد سي اثنين زائد سي ثلاثة حسب عدد المكثفات عندك، ويسمى سي إكويفلنت، واضح؟ طب مصعب ملخص الكلام هنا في الدوائر الباراليل عشان لا أطول الكلام. أول شيء الباراليل توصيل الباراليل حيكون عندك سيم فولتج different Q، بمعنى سجلها عندك، الجهد على البطارية ونفس الجهد على المكثف الأول ونفس الجهد على المكثف الثاني ونفس الجهد على المكثف الثالث حسب عدد المكثف، مو شرط ثلاثة. والكيو 1 للمكثف الأول عبارة عن حاصل ضرب السعة الأولى في الجهد، والكيو 2 تساوي حاصل ضرب السعة الثانية في الجهد، والكيو 3 حاصل ضرب السعة الثالثة في الفي، مو شرط ثلاثة مكثفات، أنا بس بديك بشكل عام. طيب السي إكويفلنت لو أنا وصلت باراليل وبجيب سعة أو بجيب إيش بجمعهم بخليهم مكثف واحد، اجمع سي واحد زائد سي اثنين زائد سي ثلاثة، هذا ملخص الباراليل، ولازم تحفظ شكل التوصيل زي ما أنا وضحته لكم. طيب هذا إن باراليل. طيب في ملاحظة يقول لك إنه السي إكويفلنت مثلا عندنا 1 2 5 مو طلع، لما جبت السي إكويفلنت طلع 8، دائما السعة المكافئة أكبر من تمام أكبر من السي 1 وأكبر من السي 2 وأكبر من السي 3. فهمت الفكرة؟ هذه كذا معلومة يعني. طيب نجي الآن للتوصيل إن سيريز. التوصيل إن سيريز برضو عندنا ثلاثة، أول شيء لازم نعرف تمام نعرف شكل التوصيل وكيف يكون ايش والجهد وتمام الشحنات. اول شيء التوصيل ان سيريز، انا ادري اني اطول مرات في الشرح لكن هدفي انك تفهم الفكره، انا ممكن اشرح في 10 دقائق وخلاص. طيب اول شيء السيريز اوصلها هي بفكره بسيطه، لو انا عندي بطاريه لاحظوا معايا وعندي هنا مكثف أول وعندي مكثف ثاني
وعندي مكثف ثالث. طيب هيركز معايا، الطرف العلوي المكثف هذا، والطرف العلوي المكثف هذا، والطرف العلوي المكثف هذا، هل يقدروا يلتقوا بدون أي تقاطع؟ الجواب نو. طيب الطرف السفلي المكثف هذا، والطرف السفلي المكثف هذا، والطرف السفلي هل ممكن يلتقوا؟ يعني هل ممكن أنا أقدر أقول لك يلا لو أجي أرسم كده خط، هل ممكن مباشرة يروح له وتقول لي في حاجة في الطرف العلوي؟ إذن هذولا توصيلهم ليس باريل، هذولا سيريز. فهمت الفكرة؟ بدايتهم تمام ليست واحدة، ونهايتهم ليست واحدة. أوكي؟ بدايتهم ليست واحدة، ونهايتهم ليست واحدة. الطرف العلوي ما أقدر أربطه مع الطرف العلوي لأنه في حاجز، في إيش؟ في حاجز. إيش الحاجز؟ الطرف السفلي لكل مكثف. طيب هذا التوصيل معناته السي واحد والسي اثنين والسي ثلاثة إن سيريز على التوالي. فاهمين الفكرة؟ لا تحفظ الشكل هذا، أنت افهم. تعال ممكن أوصل لك ثلاثة مكثفات بهذه الطريقة. أوكي؟ طيب الآن أقول لك هل هذول الثلاثة موصلين؟ إيش بتمسح؟ هل هذول الثلاثة موصلين إن سيريز ولا إن باراليل؟ تعال شوف، امسك الطرف اليمين ده مع الطرف اليمين للمكثف ده مع الطرف اليمين للمكثف ده، هل ممكن أربطهم ببعض؟ يعني ما في حاجز يمنعهم، ما في لوح في المكثفات الأخرى يقطعهم؟ الجواب لا، لأنه في حاجز، الحاجز هذا قاطع بيناتهم وهذا قاطع بيناتهم، فهذول إيش؟ موصلين سيريز. خلاص يكفي. لو جيت للطرف الآخر شوفوا اليسار مع اليسار مع اليسار، هل أقدر أربطهم ببعض بدون ما في أي حاجز؟ لا، إذا هذول موصلين سيريز. فهمت الفكرة؟ أنت شوف الطرف العلوي مع الطرف السفلي. فهمت الفكرة؟ إذا التقوا على طول مباشرة بيصيروا واحد، ولكن ما التقوا في شيء يمنعهم، طرف مكثف هذا توصيل سيريز. واضح؟ طيب أنا إيش يهمني في التوصيل السيريز؟ أنا أعرف شكله وبرضو الجهد والشحنات. هنا عندنا في 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 السيريز الكيو الشحنات نفسها، وفرق الجهد يختلف. ليه يا مصعب إنه الشحنات نفسها؟ لأنه لاحظ معايا أنا هنا مثلا في البطارية، مثلا من الطرف السالب أوكي خرج 10 إلكترون أوكي أو 1 إلكترون. فلاحظ معايا انه احنا نعرف ان هنا سالب موجب، سالب موجب صحيح. فايش تلاحظوا؟ انه السالب بيتجاذب مع الموجب، بيدفوا اللي تحت بيدف اللي فوق، لكن ما ايش ما اللي دخل 10 بيخرج 10 اوكي. فالشحنات نفسها لكن الجهد يختلف. ليه الجهد يختلف؟ الان انت لما تجي اعتبر داخل ايش هنا مثلا، نقول هنا فرق الجهد مثلا في، انت جيت من هنا مثلا، لما تجي هنا والله لقيت حاجز اوكي، فلما بتعدي الحاجز ده اخذ منك مثلا من 10 صار عندك هنا مثلا هنا 5، فانت جهدك بيقل. تجي في الحاجز الثاني المكثف الثاني فجهدك بيقل صار 3، تجي في الحاجز الثالث بيقل فصار عندك جهد 2. فهمت الفكره؟ فانت احفظ هذه الجمله، في سيريز كيو سيم في ديفرنت، في البريل في سيم كيو ديفرنت. بما انه الكيو اوكي، بما انه الجهد يختلف، نعرف انه قانون حقنا الكيو يساوي سي في في، فانا حيكون عندي الجهد على المكثف الاول يساوي كيو على السي واحد، والجهد على المكثف الثاني يساوي كيو على السي اثنين، والجهد على المكثف الثالث يساوي كيو على السي ثلاثة. بما انه الشحنة تمام، الشحنة الخارجة من البطارية هي نفسها الشحنة على المكثف الاول المكثف الثاني المكثف الثالث، فهي يكون نفسها اوكي. اما الجهد لو جاء قال لك الجهد الكلي يساوي الفي واحد زائد الفي اثنين زائد الفي ثلاثة. واضح؟ فاهمين اللي بقوله انا؟ طيب اجي للجمع، يقول لك في جمع المكثفات على التوازي استخدم هذا القانون، تقول واحد على السي ايكويفالنت يساوي
واحد على سي واحد زائد واحد على سي اثنين زائد واحد على سي ثلاثة. طب أنا مصعب كيف أستخدم ده القانون؟ تعال شوف أوضح لك إياه بشكل مبسط. افترض أنا عندي في نفس هذه الرسمة عندي المكثف الأول قيمته 1 مايكروفاراد، المكثف الثاني 2 مايكروفاراد، والمكثف الثالث 5 مايكروفاراد، وموصلين سيريز لأنه العلوي ما يرتبط مباشرة مع العلوي، في الحارس بيناتهم هذا هو، وحارس بيناتهم هذا هو، أوكي؟ فاهمين الفكرة؟ فما في ارتباط بين العلوي مع العلوي مع العلوي، إذا سيريز. أبغى أجيب السي إيكوفلنت، فتعال نطبق العلاقة، نقول السي إيكوفلنت يساوي واحد على المكثف الأول اللي هو كان قيمته واحد، زائد واحد على المكثف الثاني عبارة قيمته اثنين، زائد واحد في المقفل بس هذا على خمسة. أول شيء لا تلخبط، بعض الطلاب يلخبطوا. أوكي؟ أنت طب بالآلة حطلع معاك هذا قيمته 1.7. تجي بعدين حتقول السي إيكويفلنت عبارة عن واحد على الرقم اللي طلعته. حيطلع تقريبا يساوي 0.59. واضح إن شاء الله؟ أعيدها هنا على السريع. لما تجي تطبق العلاقة حيطلع معاك رقم. مثلا طلع معايا مثلا 1.7. السي إيكويفلنت يساوي واحد على مقلوب هذا العدد. حيطلع معاك الجواب 0.595. ايش تلاحظ؟ انه القيمة السي إيكويفلنت اقل، نقول السي إيكويفلنت اقل من قيمة السي واحد قبل ما اجمعهم، وقيمة السي اثنين، وقيمة السي ثلاثة. اما في السيريز في البراليل السي إيكويفلنت اكبر من السي واحد على حدة، والسي اثنين على حدة، وسي ثلاثة على حدة. احفظوا هذه المعلومات، اوكي؟ واضح كيف عرفت استخدم القانون؟ طيب يعني انا ملخص الكلام هذا مصعب، ايش احفظ من هنا؟ خلاص اللي تحفظه زي ما قلت لك عليه الملخص اللي اديتك اياه، وقف الفيديو وسجله، حيكون عندك اوكي سيم كرنت ديفرنت فولتج، اوكي سيم 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 كيو ديفرنت فولت. هنا عندك سيم كيو ديفرنت فولت، احفظ هذه والسي إيكويفلنت هذا القانون. اما تستخدم ده القانون ده القانون، لكن انا اشوف هذا اسهل. بعد ما تجيب الطرف اليمين تقول واحد على الرقم اللي طلع لك، واحد على هذا العدد. واضح ان شاء الله؟ طيب خلاص هذا اهم حاجه عندك هنا، هذا بس بيعلمك بشكل عام، يعني انت اهم شيء عندك هذه القوانين. طيب أوقف هنا إن شاء الله، أكمل الفيديو القادم بالتوفيق.